أنا كنت جاي علشان أسألك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف إيه؟ هي دلوقتي الشركة خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعًا، والعقود اتسجلت إمبارح. بس المشكلة إن ليلى أخت مراد اتهمتها بقتله. محدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موتة طبيعية، يبقى الشركة لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبه الرسميه للشركه. واقول لك حاجه كمان، انت عارف ان داليا من حقها انها تورث في باقي ثروه مراد؟ لانها ارملته. تصور، بين يوم وليله، بين يوم وليله الست دي بقت مالتي مليونيره. شاكر جدا يا استاذ عبد الحميد.